تم زواج أخينا بامسي والحمد لله، ليرضى الله عنك يا سيدي. سلمت ترجوت، احتفالات كهذه جميلة مع الأصدقاء، ليرضى الله عنكم جميعا. سلمت سيدي. هل تسمح لي يا سيدي؟ تعال عبد الرحمن. لقد جاء مبعوث من سادة الأتراك، دعه يدخل. إذا السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. لقد أحضرت خبرا من سادة الأتراك. سادتنا يريدون إتمام اجتماع الوحدة الذي بقي ناقصا، لهذا سيأتون غدا إلى الخان. أخبرنا السيد عليار وهو سيشارك أيضا. حسنا، إذن اذهب وأخبر السادة الأتراك أنني سأتشرف باستضافتهم في الخان. هذا أمر جيد سيدي، غدا سيكتمل عملنا. خذ كل الاحتياطات اللازمة يا تورغولد، قم بنشر المحاربين في الطريق إلى الخان. فاسيليوس لم تبقى له قوة، لكن رغم هذا سنأخذ الاحتياطات. أمرك سيدي. هيا سيد أورال، تكلم. بماذا وعدت السادة؟ وعدتهم بالحرية فقط، فالسادة الأتراك يفضلون الموت على اللحاق بالسيد أرطغرل والتعلق بذيله. وهل يعلمون أنهم سيموتون إن لم يتركوا هذه الأرض بعد استرداد قبيلتك؟ بالطبع يعلمون، تحدثت معهم. سنترك هذه الأرض ونذهب لأراض أغنى منها وأكثر بركة وأكثر أمنا وأمانا لنا. هؤلاء الأسياد أغبى مما ظننت. لو كنت أنا لما تركت الخان ولا منجم الذهب، وحتى لن أترك هذه القلعة ولن أذهب أبدا. أنتم لديكم مقولة جميلة تعلمتها من سعد الدين، ماذا كانت تقول؟ أحسنت بما فعلت. إقناع أحد بالذهاب خالي الوفاض عمل صعب وكبير. ما يهمني فقط تجفيف نسل أرطغرل واستعادة قبيلتي، وبعد ذلك العيش في سلام. بالنسبة لي ولكل الأتراك هذه أكثر الغنائم قيمة. أنا وجنودي سننتظرك في مكان قريب من القبيلة. سأكون أنا أول شخص يحتفل بنصرك، وإن حدث ولم تنتصر ولم تنجح في الأمر ودخلت روحك في خطر، سآتي لنجدتك، كن مطمئنا. إذا ليكن النصر نصرنا. ليكن سيد أورال، ليكن. أيها القائد. أمرك سيدي. إلى حين عودتنا معا قوموا بضيافة السيدة تشولبان جيدا. زوجتي ستأتي معي. قد يكون ذهابها إلى هناك أمرا خطرا عليها لتبقى هنا. إن مت ستموت معي، لن أتركها رهينة هنا. ليست رهينة، إنها ضيفة أورال، ستجتمع بتشولبان عند عودتنا منتصرين.
الأمر هكذا أفضل لكلينا، صدقني. سأشتاق لهؤلاء. إن قام بأي خطأ أقتل زوجته. أمرك يا سيدي. انتهى الحزن وحان وقت السرور، فاطمئني، السعادة تليق بنا والهم يليق بهم. وثقت بك دائما. قلت عزيزي أورال سيحاسبهم عاجلا أم آجلا. واثقة أننا سنستقبل كالأسياد عندما نصل إلى قبيلتنا غدا. كل من شارك بإبعادنا عن خيمتنا سيعاقب. أنت لن تأتي غدا، سأذهب أنا أولا وأسيطر على القبيلة، ثم أقطع رأس فاسيليوس وسآتي لأخذ هذه القلعة. في ذلك الوقت سيندمل جرحك وستعودين سيدة لهذه القلعة. بهذه السرعة؟ كيف ستفعلها؟ من بقوا في القلعة ضعفاء، مات نصف جنودهم. أنا أستطيع الدخول إلى القلعة بصفتي صديقا وبدعم سادة القبائل. الاستيلاء على القلعة لن يكون صعبا أبدا. ستستقبلينني مثل الملكات، ليس هنا فقط بل في قبيلتك أيضاً.